سيد رامي، هنالك من يقول بأن القوى السياسية تخشى من السلطة القضائية، لذلك تريد زج الفقهاء فيها. لا مو صحيح. مو قضية أنه يعني زرع أو زج الفقهاء فيها. نحن أنا وأنت والأستاذ أحمد صفار لديه ثقة معتد بها بالقضاء العراقي. يعني القضاء العراقي نمتلك نوعا ما وجود الثقة بينه وبينه. قضاء لا يستغل، لم يخترق لحد الآن. قد يتأثر القضاء بالهوى معين كما كان في رئيس وزراء معين، لكن بصورة عامة لدينا هذه الثقة. لكن هذا الزج كون أنه يعني ليس مخالف للدستور أو سوقت بعض وسائل الإعلام بأنه دعوة إلى حكومات السلام، مو صحيح هذا الرأي. وإنما كل ما في الأمر أنه إذا طرح هذا التعديل هو لا يوافق لا يختلف مع الدستور، بل يوائم مفردات الدستور، المادة الأولى المادة الثانية. القانون المحكمة الاتحادية كما قلت هو ليس نص، من الممكن لأي مجلس نواب يأتي جديد أن يشرع قانون جديد للمحكمة الاتحادية أو أنه يعدل هذا القانون. وإذا لجأ البرلمان بهذا المشهد المربك والمتشنج 100% سوف يلجأ للتعديل ولا يلجأ إلى تشريع القانون من جديد. للأسف القوى السياسية برمتها تعيش عقدة الثقة، عدم الثقة، وإن كانت المسافة بيناتهم قريبة يعني. فهم التباعد والتقارب الاجتماعي ما يخدمهم، لأن هم عندهم عقدة فقدان الثقة موجودة 100%. لكن عقدة الثقة لا تنعكس على كسر الإرادات، هذا مو صحيح. هذا دعوة حتى للإخوان الكرد، يعني لا يكون هناك تمرير إرادة على إرادة أخرى، دعوة لكل القوى السياسية. لماذا؟ لأن الخاسر الأعظم هو المصلحة العامة. طيب.